أسعد الله مساءكم أيها المشاهدون والمشاهدات، ونرحب بكم بحلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة. بداية نرحب بضيوف الحلقة من مكابي شفا عمر الصاعد من مستوى الدرجة الثالثة إلى مستوى الدرجة الثانية، ومعنا اللاعب محمد خالد. أهلا وسهلا بك، رمضان كريم. نعم، علينا وعليك إن شاء الله. ونرحب بالرجل الأول في فريق مكابي شفا عمر، مدير الفريق سمير حسون. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، ورمضان كريم لجميع الأمة الإسلامية. يعني إن شاء الله بيكون شهر خير إن شاء الله وعلى الجميع. سمير، بداية بدنا تحدثنا إنك أنت طلعت بقوة يعني في مستوى فرق الدرجة الثالثة في منطقة الجليل الأسفل، وضمنت الصعود يعني في مرحلة مبكرة. هل خططت لهذا التخطيط يعني الصعود، ولا كان إشي عفوي؟ لا عفوي، احنا من الأول السنة كان عندنا التخطيط للصعود. جهزنا الفريق من في كادر من اللاعبين اللي هو الأغلبية كانوا من طينة شفا عمر، شباب شفا عمر، اللعيبة المناح اللي كانوا يلعبوا برا وكان لهم كثير في الصعود فرق أخرى. يعني كان تجهيزنا للفريق هو إنه للصعود، مش للصعود، مش عشان تمشي الخامات اللي إحنا الخامات هي خامات طبعا محلية. طبعا إحنا راح نتكلم معك محمد خالد ونسألك عن كل اللاعبين في الدوري العلوي. نلتقي للدوري العلوي طبعا مكابي حيفا. في الدوري العلوي يلتقي مساء اليوم الأحد فريق اتحاد أبناء سخنين، فريق مكابي نتانيا، مباراة مهمة لغاية الفريقين والتي ستحدد من هو صاحب المرتبة الرابعة. وستقام يوم غد يوم الاثنين مباراة مهمة كمان ستحدد في استاد بلومفيلد فيافا المتصدر مكابي حيفا أمام مكابي تل أفيف. طبعا وفي الدوري هنا منافسة كبيرة، طبعا مش معروف بعده هوية مين اللي بيراح يأخذ البطولة، إنما مكابي حيفا يعني بدأ يأخذ الفارق، والمباراة الأخيرة مع مكابي تل أفيف هي التي ستحدد يعني هوية صاحب البطولة. إذا مكابي حيفا طبعا، شو رأيك أنت كمكابي حيفا؟ يعني أنا حسب رأيي 7 نقاط عن محل ثاني. لو أنه كانت محل بير السبع مكابي تل أبيب، يعني 7 نقاط عن مكابي تل أبيب، فكان من الممكن أنه يشكلوا خطر على مكابي حيفا. بس وجود بير السبع 7 نقاط عن مكابي حيفا، فالإشي أسهل أنه يكون الصعود حليف مكابي حيفا. محمد خالد، أنت لاعب الفريق. نعم. بأي وظيفة بتلعب؟ بلعب مدافع. مدافع متأخر متفاهم. اليوم ما فيش مدافع متأخر، يعني في خط واحد اليوم الأغلبية بيلعبوا. طبعا أنت ابن البلد، الموسم الأول تلعب في التشكيل الأولى؟ لا، الموسم الثاني. وكديش عمرك؟ 22 سنة. كيف شايف مكابي شفا عمر مستقبلا في الدرجة الثانية؟ إن شاء الله مكابي شفا عمر بالدرجة الثانية بيكون له كلمة، وإن شاء الله خير. إحنا بنقول يعني هل انت بتامن بالكوادر المحليه، او يعني بتعرف بالمقابل احنا بنشوف فرق اللي بتجيب تعزيز، وانتم بشفا عمر الموسم الماضي يعني كان علامه استفهام للجميع قديش كان في لاعبين اللي هن لاعبين تعزيز، ولكن هذا لم يفيد. مزبوط، كان في كتير لاعبين تعزيز بالفرق، بس احنا فريقنا ان شاء الله مبني اكثر على اولاد البلد اللي هي تاخذ زي موقع تلعب، احنا كمان نشارك. شو المدرب؟ في تعزيز المدرب حسين، كيف عليا. المدرب كيف معكم انت؟ يعني بتحبذ انه الاداره تبقي حسين في هذه المهمه للموسم اخر؟ ان شاء الله. حسين مأمن مدرب يعني متالق، كمان عنده تمارينه الخاصه، وانا بقول ان شاء الله كمل معنا السنه الجاي، لانه هو كمدرب بيفيد الفريق كثير. سمير، مين هدف الفريق عندكم؟ احنا عنا الفريق ولا مرة كان مبني على شخص، وهاي الاشي واحد من الاستراتيجية تبعتي كإدارة، انه ما يكونش فريق مبني على شخص، لانه الفريق اللي ما بيكون مبني على شخص او هداف، هذا اكيد في الاخر هذا الفريق بيكون عمود الفقري، فاذا بيزيح شمال او يمين الفريق ممكن ينهار. نعم،
عندنا احنا في يمكن جميع اللاعبين كان في تقريبا متساويين من ناحيه الاهداف. عندكم كان خط الوسط كثير ضرب جوال، كان ضرب جوال، كان في يعني عندنا كل اللعيبه كان لها دور حتى في التسجيل. سنتابع الحديث معنا حصه كبيره لمكابي شفا عمري اليوم، وفي هذه الاثناء يتواجد معنا المحلل الرياضي المحبوب الجماهير ابن قريه بير المكسور عماد حجيرات العقيد. مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ صديقي وزميلي العزيز عبد الباسط الزعبي، تحية محبة واحترام لك من بير المكسور الموجودة بمنطقة الشمال، تحية محبة واحترام من إلي لكل حبايبنا ولكل ضيوفك الكرام. أول شيء أنا أفتخر واحتز إني محلل عندكم بقناة هلي، وأنا برفع راسي بكل تواضع يعني بحكي هالكلمة. قبل ما نبلش بدنا نهنى الأمة الإسلامية الشعب يعني الأمة العربية والإسلامية بمناسبة رمضان الكريم، رمضان شهر رمضان الكريم طبعا شهر رمضان، إن شاء الله عيدوا علينا بذات الباب المحبة والتسامح والتأخي، وكل نهنى كمان كل الشعوب وكل الديانات بدون استثناء. عماد بنقدر نبدأ نسأل؟ أنت طبعا لسانك اللهم صل على سيدنا محمد لسانك يعني بيحكي كلام لغة عربية فصحى جيدة. بدنا نبلش نسألك كمحلل رياضي، وأنا بعرفك بتفهم كثير في عالم كرة القدم وبالذات المحلية، نقدر نقول لك يعني بدي أسألك أول شيء بداية، أنا بعرف أنك أنت من عشاق اتحاد أبناء سخنين، ولكن في الفرق الإسرائيلية مكابي حيفا، هل نستطيع أن نقول أن مكابي حيفا أخذت البطولة يعني خلاص ولا بعد في وقت؟ أول شيء أنا بدي أسلم على ضيفك المحترم سمير واللاعب محمد خوالد، محمد خالد ببارك لكل الفرق الوسط العربي اللي صعدوا هنا، اتحاد أبناء شفا عمر، اتحاد شفا عمر، ومكابي أحمد انجدات، وأبو عير قرنسوة، ومكابي شفا عمر مستوى الدرجة الثالثة صعدوا للدرجة الثانية، ولا ننسى الإخوان أبو عير البعنة إن شاء الله. وكمان تفضل على سؤالك وأنا إن شاء الله أكون جاهز بالجواب أخ عبد الله. عماد مساء الخير. عماد مساء الخير إلك ولجميع أهلنا يعني وجيراننا بير المكسور، إحنا منعدكم احنا من عد بلد واحد احنا وبير المكسور يعني مش بلدين. انا والله افتخر واحتز، انا عمرت بيوت مش بيت بكل الوسط العربي، افتخر واحتز بهي الشهاده. احنا كمان عندكم حصه الاسد عباس غدير مراد حريف كانوا صعدوا على مكابي شفا عمر، يعني اللي يحكي معي الاخ سمير انا بعرف. ايوه للسمير انا دائما بقولهن عباس ومراد بنعدوش ريخش، هاي بعدين اولاد بلد يعني بيسالوني الاسئله هاي كثير، مين عندك ريخش؟ فلما بيسألوني هاي السؤال بحكيش انه عباس ومراد ولاعبة المكسور انهن ريخش، وان شاء الله فيه كمان لعيب منيح. عماد انت يعني عماد انت احنا دائما انا بفكر انه من الصدفة انك انت بتعرفش لاعب من لاعبي الوسط العربي ملم كثير، حتى نسألك السؤال الاول طبعا مش حزرية، بدنا نعرف دور اللاعبين العرب نجاحهم في الفرق المتقدمة اللي انا بحكيت اللي بيلعبوا بالليوف الأعلى، مكابي حيفا، بير السبع، ولاعبين مميزين كمان في اتحاد أبناء سخنين. شو رأيك باللاعبين العرب المميزين في البليوف الأعلى من مكابي حيفا حتى أبناء سخنين؟ أنا كصفتي ابن الوسط العربي وأنا مشجع لاتحاد أبناء سخنين اللي هو ممثل الوسط العربي، ممثل 1.5 مليون عربي بهاي البلاد، انه احنا نفتخر ونحتز بهذا الفريق، وصدق انه فرصتهم هي ان شاء الله يكون بالمراتب الاربع ويلعب بالدوري الاوروبي، هذا يكون شهاده وشيء نحتز به يعني بالرغم كل الامكانيات محدوده يعني الفريق يعني اتحاد ابناء سخنين محترم مش زي مكابي حيفا وزي ابو عيد تل ابيب وزي مكابي تل ابيب. بس شو رايك عماد شو رايك باللاعبين العرب؟ انا بدي اللاعبين العرب يعني انا ببدا مثلا محمد ابو فني، بدي تعطيني يعني انا بسالك عن اللاعبين لانه بهمني دور اللاعبين واني بالفعل كانوا مميزين ولاعبين منتخب اسرائيل بارزين كمان، يعني بدي اعطيك اسماء محمد ابو فني، صفوري، جابر، تفضل. انا اخ عبد الباسط انت تعطيني انا راح احكي لك وراح تكون مبسوط انت وكل المشاهدين طبعا الوقت يعني. محدود معنا يا عماد. الله يسعدك اخ عبد الباسط انت كريم واحنا نستاهل. بالنسبه لمكابي حيفا الفريق اللي انا بشجع انه يفوز بالالقاب انه عندنا ثلاث لاعبين اللي هن في لعيب اللي ما يشارك هو على دكه الاحتياط وكان عنده اصابه طالب طواط ابن قريه منسينا جسر الزرقاء طبعا،
وطبعا محمد ابو فني غني عن التعريف، ابن قريه كفر قارع، هو من بلدنا وابن الوسط العربي نعده. ولا ننسى كمان محمود جابر من مدينه الطيبه، هذول الشباب اللي احنا هن فضل، هن فضل رب العالمين انهم كانوا بحيفا اليوم ينافس بشراسه على بطوله الدوري للموسم الثاني على التوالي. اما بالنسبه لابو علي مكابي تبنى الثانيه، في لعيب اسمه كمان علاء الجحفر، في علاء جابر، في يعني الكوادر المحليه طيب. والوسط العربي موجوده في الدرجه العليا. عماد احنا بنشوفهم في ادائهم، انت اعطيت التمييز، يعني بدي منك سؤالين بس باختصار يا عماد. مكابي انا راح اسالك عن الدرجه العليا والدرجة الممتازة، وأنا بعرف أنت مشجع للفرق العربية في الدرجة الممتازة وبالذات مكابي الريني وصهيب كفر قاسم، بس بدي أسألك بالبداية مين اللي بأخذ البطولة حسب رأيك، بير السبع ولا مكابي حيفا؟ لا طبعا الحظوظ يعني متوفر أكثر شيء لمكابي حيفا. مكابي حيفا مهيئ يفوز بطولة الدوري، أنا مش كسبب بسبب انه انا مشجع هذا الفريق، يعني ما هو راح يفوز بالبطوله. ملعب ملعب هو استاد حديث 30,000 متفرج، رئيس هو يعقوب صاحب اللي مش بخيل بالمره من على هذا الفريق. وصدقني احنا وهو كمان له بنيه تحتيه بالوسط العربي من ناحيه جماهير مكابي حيفا. عماد ولا ننسى تفضل حبيبي عبد الباسط، انت تعطيني احكي. عماد احنا الوقت محدود معنا بالبرنامج، انت بتعرف انا بحب اسمعك وبحب نسمع تحليلك، لاني انا بدي اسالك سؤال عن طبعا فرق الدرجه الممتازه، واحنا بنعرف اليوم عندنا فريق اللي هو مكابي الريني المفاجاه الكبرى في دوله في الاتحاد كره القدم في اسرائيل، كذلك فريق صهيب كفر قاسم اللي مش من زمان موجود في الدرجه الممتازه، بس يعني انت شو رايك، هل سيصعد فريق واحد اللي هو مكابي الريني ام واحد من الفريقين مكابي الريني أو صهيب كفر قاسم؟ اتفضل يا عماد. الله يزيد فضلك يا زميل العزيز. أولا أنا بتمنى أن الصعود يكون من نصيب الفريقين، أنه مكابي أبناء الرينة والأخوة كفر قاسم الإخوان والأشقاء، بس وضع كفر قاسم بعد الخسارة الأخيرة وهن موجودين فترة مش مليحة صعب شوي، أما في لهن بكرة لعبة مصرية مع ماسك تيون أي محل ثاني، هاي بتكون الحرب. فوز على كفر قاسم يعني الرجوع للمكان الطبيعي المرتبة الثانية، ويكون الحظوظ متوفر للأخوة من كفر قاسم. أما بالنسبة لمكابي الرينة كل الاحتراف، فريق اللي قبل 5-6 سنين تأسس ولعب عندنا، كان يتمرن بالدرجة الثالثة والدرجة الثانية بين المكتورة، اليوم بينافس على الدرجة العليا. كلمة شكر وتقدير للأخ سعيد بصورة أبو محمد وأشرف عتامنة، صدقني إيدي يرفع الراس. بالنسبة للفريق العربي كمان الثالث، ما نقلل من قيمته، هو مكابي خان الناصر، فريق عنده جماهير يعني اللي كل الوسط العربي، ومدينة الناصر هي مدينة أكبر عاصمة في علي السلام. نعم حبيبي تفضل. عماد طبعا احنا في شهر رمضان وصايمين واحنا استمتعنا معك كثير. عماد انت دائما مميز، يعني لا يمل الكلام معك، لكن الوقت في البرنامج بلزمنا انه ننتقل الى ضيوفنا اللي اجوا من شفا عمر ونتحدث عنهم. انا بشكرك كثير كثير على هذه المهاتفة، الكلام الشيق، الخبرة في معرفة الفرق العربية والفرق الاسرائيلية منا هنا من تلفزيون هلا، اجمل تحية لك. من قبل تنزلني بس كلمة عندي رسالة مختصرة يا عماد. ولا يهمك حبيب قلبي، اول شيء انا بوصل رساله لاهل قري في دير المقصور ان شاء الله انه السنه الجايه احنا بدنا نتاسس فريق من الدرجه الثالثه، ويكون في دعم ورجع كل الكوادر المحليه. دير المقصور موقعها بتكون بالدرجه الاولى على الاقل، يعني في كوادر محليه، وانا سعيد وكل الجماعه يشهدوا بمشيئه الله. بمشيئه الله ان شاء الله يا رب. الدوري الاوروبي ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير، وسلم على كل الطيبين المحترمين. وتحيه للاخ بسام جابر، يعني نعيد عليه كل موقع هلا، انتم تلفزيون هذا ترفع الراس، الله يقويك ويحميكم وكل عام وانتم بخيرات يا رب. اهلا وسهلا بك وشكرا لك. لا شكر على واجب، السلام عليكم ورحمه الله. سمير انا بعرف انه بصعود مكابي شفا عمر لك حصه كبيره في الميزانيه، ولكن تقدر تقول لي الميزانيه الاكبر هي يعني من وين بتيجي لفريق مكابي شفا عمر؟ مع انه سمعت لك كلام شخصي، انا انه قلت انا مستعد اضل بهذا الفريق واتبنى ميزانيته، انا سمعتها منك هاي الجمله، وهذا كمان تحدي يعني مرات. لا اسمعني، انا بقول ان فرق الفوتبول اليوم عشان تجيب دعم من رجال الاعمال انت بحاجه لنجاحات، اذا بكونش في عندك نجاحات فما بيكون عندك عين انك تتوجه لصاحب محل تجاري او رجل اعمال انك تطلب منه. يعني اذا بيكونش في عندك نجاحات
فما بكون لك عينك توجه. اليوم النجاحات بتجيب، فعشان توصل للنجاحات بدك واحد يمسك الفريق ويكون ممول للفريق. يعني انت لازم تحط عشان تتنط يعني. اكيد اكيد انا يعني اول شهر شهرين بدك تحط مصاري من جيبتك الخاصه، ولما بيكون في نجاحات وبتكون محل اول وفريق صعود فبصير ببلش الالتفاف. وتعال نتكلم، لما كل اللي بتحطه اذا ما كانش في نجاحات بقولوا لك انت كمان شيء اكيد بدون شكرا يعني. انا بحكي من انا كنت مدير فريق 19 سنه بوينتس ولم، وانا بعرف عندي خبره بهذا الشيء. فانا يعني باخذ سمير حسون انه صاحب تجربه وكل احترام يعني، انت وهيك لازم يكون الواحد اعطي نجاحات واطلب اللي بدك. الحمد لله كان في عندي حصه في البدايه اللي هي اول شهرين، فلما كنت لما بتصير محل اول وبتصير في عندك الالتفافات بتبلش تكون اي توجه بكون لاي رجل اعمال، فما بردك مفشل يعني. بتقعدش بس انك تروح محل اخير او في فريق اللي فيش فيه نجاحات ببلش فيه الفشل. فالناس بتحب القوي لنا من الاخر، الناس بتحب القوي لنا متابعه. وانا راح احكي معك واسالك محمد، لانه يعني انا بتهمني كثير كمان اللاعب المحلي في اي بلد، لكن وفي هذه اللحظات معنا يعني على الخط الهاتفي مدير فريق الريني اللي هو اشرف عثاني. مكابر الريني فاجأ المجتمع العربي اليهودي قرية الريني الصغيرة. مساء الخير مرة أخرى أشرف. مساء الخير لك ولجميع المستمعين. أنا كل أسبوع بدي أحكي معك يا أشرف، إلا تنا أشوفك صاعد وتعزمنا على حفلة الصعود، شو رأيك؟ إن شاء الله. أنت يعني وعدتني بالأسبوع الماضي أنك أنت راح تتغلب في المباراة اللي كانت المباراة الأخيرة، واستطعت أنك تعمل هذا الإشي. شو دور المباراة اللي جاي اللي هو أنت بتعرف منافس الند لك اللي هو نيتسيونا؟ هل مستعد المرة فريق مكابي الريني؟ وأنا حسب رأيي كمان تعادل يكفي مكابي الريني، شو رأيك؟ أكيد مباراة مش سهلة أخذ الباسط، لكن إحنا بنتعامل مع كل مباراة بشكل خاص، كل مباراة بالمباراة تعيدها. أفكر إحنا بنقدر نفوز على نيتسيونا بملعب نيتسيونا، أو كيف أنت قلت المهم مش خسارة بنيتسيونا. إحنا منضلنا بالمكان الطبيعي، إحنا تحضرنا للمباراة بالشكل اللازم، وإن شاء الله إن شاء الله إحنا بنقدر نرجع بثلاث نقاط من نيتسيونا. أشرف، أنت إحنا شفنا في الأسابيع الأخيرة كان تضعضع لما كابر ريني لهبوعيل صايب كفر قاسم اللي سيكون له مباراة مهمة هو الآخر في أمام أشدود، طبعا في مباراة هو الذي يستضيف أشدود ولكن في مباراة خارجية يعني اللي بنسميها راديوس. أنتوا الفريقين، الفريق المجتمع العربي بيستنى منكم صعود، أنت كيف شايف يعني؟ هل سيكون صعود مزدوج ولا صعود واحد ممكن يكون؟ هو أخ عبد الباسط، إذا أنا بدك الإشي مني يعني وشو برجع لي، أنا بتأمل الفوز مكابر الريني على نيتسيونا، وإن شاء الله إحنا كدها، وفوز كفر قاسم على أشدود اللي هي برجع كفر قاسم للمرتبة الثانية، وأمل الصعود للدرجة العليا. والأسبوع القادم كمان هن بتغلبوا على نيتسيونا سعيد، ومن هناك بيقدروا هن يضمنوا المركز الثاني والصعود للدرجة العليا. هذا اللي أنا بتأمله وهذا اللي أنا بتمناه. وأنا بقدر أوعدك كمان شغلة، إنه إحنا لعبتين بملعب نيتسيونا هذا الموسم إحنا ما فزناش بالثالثة ثابتة، يعني كيف أنا قلت لك الأسبوع اللي مرق، وإن شاء الله هاي الجمعة إحنا بنتغلب عن نيتسيونا وبنكون بنعمل كمان الشغل إلنا والشغل لكفر قاسم إنه هن يرجعوا للمكان الثاني اللي بيودي للصعود للدرجة. بما إنك ذكرت كفر قاسم، أنا شخصيا بشوف إنه كان مناسب وجود المدرب سليمان الزباركة صاحب الخبرة في الدرجة الممتازة، يعني لا يشك له غبار في هذا الموضوع، طبعا بمساعدة أشرف العال، إنه لهم دور مهم، إنه ممكن هذا يعني الثنائي ينجح هاي المرة مع صاحب كفر قاسم. وطبعا إذا أنت تغلبت عن تيونا فكفر قاسم ستعود إلى القمة معكم إن شاء الله، شو رأيك؟ إن شاء الله إحنا أول إشي بنتأمل بس الفوز لكفر قاسم، نتأمل لسليمان الزباركة وأشرف العال الفوز بهاي المباراة، ونتمنى لهم إنه يأخذ كفر قاسم
بنهاية الموسم كمان للدرجة العليا مع مكابي أبناء الرين، نشوف مكابي أبناء الرين كيف بتقدم آخر الموسم. في تحضيرات من أدم هادية لهذه المباراة طبعاً في ظل يعني المباراة السابقة اللي كانت قبل 3 أسابيع أو أسبوعين حين اعتلى فريق مكابي الريني لائحة الدوري. في تحضيرات عبد الباسط، هاي هدول 7 مباريات بلاي أوف العلوة، الكل بيعرف إنه الواحد عنده 7 مباريات لأن 7 نهائيات كأس. فأنا حسب رأيي إحنا تحضرنا كيف تحضرنا لكفر قاسم واخذنا كل النقاط اللي احنا لازم نتحضرها لفريق الوحدة كفر قاسم، احنا تحضرنا كمان لفريق ميسيونا، وان شاء الله احنا نكون جاهزين بكره للمباراه ونرجع للثلاث. اشرف، انا عندي ضيوف طبعا بتمنوا كمان لك انك تصعد، وانت طبعا اكيد راح تبارك لهم. ضيوفنا مدير فريق مكابي شفا عامر، تعرف شفا عامر هي اللي يعني البداية، هي التاريخ يعني. مكابي شفا عامر أول فريق عربي كان بالصورة، وإحنا بنعشق هذا الفريق. سمير حسون بده يتكلم معك. مساء الخير أشرف عثاني. أول إشي أنا أتمنى لكم شغلة واحدة اللي هي بس الصعود، يعني أنت وسعيد بسول الله يعطيكم العافية، بس اسمعني قصتكم قصة الريني، هذا الفريق هاي قصة لا يمكن تدريسها ولا في أي محل رياضة ولا أي كرة قدم، اللي في 4-5 سنين انكم تكونوا في الدرجة العليا. بس عشان تكمل هاي القصة اللي لا يمكن تدريسها ولا في أي محل، انه فريق يطلع في 4-5 سنين اللي بلش من صفر من ولا إشي ويكون اليوم في الدرجات العليا، ظللكوا بس لعبة ولعبتين. واللي طلبوا منك انكم اللعيبة بعد ما صار الفارق 5 نقاط عن باقي الفرق، في إشي في الفوتبول بفكروا إنه الفريق طلع، هاي الشغلة الوحيدة اللي لازم تشتغلوا عليها تطلعوها من روس اللعيبة إنه إحنا ما طلعناش، وإن شاء الله بيكون الصعود حليفكم يا رب. أكيد أكيد. أول إشي كمان إحنا بنحب نبارك لك المكان بمناسبة الصعود للدرجة الثانية، ونتمنى لك التوفيق المواسم القادمة إن شاء الله. وإحنا هذا الإشي أخ سمير إحنا عارفينه وعارفين هاي المواكب، وإحنا أكيد حاطين اجرين اللعيبه على الارض، وعندهم كمان بعدهم انه هن ما طلعوش، بعد عندهم المشوار، بعد عندهم 5 مباريات لقدام. احنا متامنين الشيء من مباراه لمباراه، واحنا بنحكيش انه احنا صرنا صاعدين للدرجه العليا، في بعد عندنا مباريات، كل شيء مفتوح. في كمان الفرق اللي ورانا واللي تحتينا في عندها كمان امل انه هي تغلب تفوز بالمباريات وتصعد في مكابي ابناء الرينا، عشان هيك احنا اجرينا على الارض نتعامل من مباراه لمباراه، وكل مباراة هي نهائي كاس، وإن شاء الله إحنا بكرة بنعمل الشغل وبنقدر نفوز ونرجع بالثلاث نقاط. أشرف أنا بدي أقول لك شو أنا قلت، أنا فكرتي يعني طبعاً بفهم شوية فوتبول، أنا قلت من قبل شهر لما كنت في المرتبة الأولى قبل 3 أسابيع 4 أسابيع، إذا الريني بتفوز على واحد من هذول الفريقين فريق الريني يعني حتماً سيكون في الدرجة العليا. الفريقين إني كفار سابا او نتسيونا، حتى مش 2، اذا انت بتفوز على واحد منهم انا بقول لك انا بختم لك اسا انت في الدرجة العليا. انا بقدرش ازعلك وخلص، بكرة اخ عبد الباسط انا رايحين نفوز على نتسيونا، ورايحين ان شاء الله من بكرة نسكر القصة ونرجع نطلع للدرجة العليا ان شاء الله. هذا مع انه الفوز بكرة على نتسيونا هذا بقولش انه مجاب الريني صعب بشكل رسمي للدرجة العليا، بضل لك بدك كمان 3 نقاط، بس احنا ان شاء الله بكره بنقدر نحقق هذا الفوز على نسيون ونرجع بال3 نقاط. اشرف عثمني، كان الحديث معك ممتع والتحليل ممتع، انت كنت لاعبا بارع واليوم مدير بارع، وكما ذكر زميلنا يعني من المجربين سمير حسون انك انت وسعيد ان شاء الله بتكونوا مش يعني مدرسه، انتوا بتكونوا كليه للفرق العربية مستقبلا. من هذا الباب رمضان كريم إليك ولكل الوسط العربي ولكل الأمة الإسلامية ولأهل الريني ولأبو الباسل. رمضان كريم. تسلم أخ عبد الباسل. وفي هذه اللحظات نخرج إلى فاصل قصير وثم نواصل.
إذا عدنا والعود أحمد ونعود إلى ضيوفنا من مكابي شفا عمر، ومعنا محمد خالد لاعب مكابي شفا عمر، لاعب مدافع متأخر. قديش يعني في كوادر عندكم محلية اللي بتقدر تكون لاعبين من شفا عمر، خلينا نقول حتى كرة شفا عمر، وكيف أنت شعورك إنه هاي اللاعبين هي محليين في المباراة اللي أنتوا يعني نفستم بجدارة وكنتوا مميزين؟ من فريقنا ولا من الفرق؟ لا من الفرق، أنا بحكي عن مكابي شفا. في كتير لاعب لعبوا معنا هالسنة اللي هن لعيبة مناح يعني. كان في لعيبة مجربين كمان. مزبوط. بيقدروا يلعبوا بدرجات أعلى كمان، زي خالد مندي، زي وسيم حلاحلة، زي كتير عدد من اللعيبة اللي لعبوا معنا كمان. خالد مندي أعطى أهداف السنة؟ أعطى. له دور كبير خالد طبعا لاعب سريع وله مميزات. انا بقول انه كل لاعب لعب او مجرد تمرن بمكان بشفا عمر له دور كبير بالصعود. هل سيعود مكان بشفا عمر الى الامجاد الماضيه؟ انت ما كنتش خلقان يعني. لا انا كنت بعدني. وبجوز سمير كنت صغير انت. انا كنت صغير، بس انا كنت دائما في الملاعب اتواجد حتى وانا صغير يعني. احنا كنا يعني كانت مباراة كرة القدم يوم سبت تكون تعج في البلد يعني. اسمع، احنا كنا لما نسمع الراديو زمان كنا نقول نسمع شغلة واحدة، زاهي أرملي شفا عمر تمسك بيقولوا في الملاعب الرياضية يعني، نسمع شفا عمر تمسكهم بالخير. ونتحول في هذه اللحظات إلى المنافسات طبعا في الدرجات الدنيا، وسيحتضن استاد علوت هذا الأسبوع وبالتحديد يوم الأحد المقبل في 17 من هذا الشهر في فرق مستوى الدرجة الثانية، مباراة الاختبار بين فريق هابوئيل كرميل، هابوئيل طبعا طيرات إلى كرميل، ضد فريق هابوئيل كرميل. وينضم إلينا المدرب الناجح المدرب المميز حنا فرهود. مساء الخير. أهلين، مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين، ورمضان كريم وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وشكرا لك. طلع انا بقول عنك مميز، جيت على طيرة الكرمل يعني كانت بانفاق الكرمل ووديتها على دالية الكرمل، كيف عملت هيك بدي اعرف، وشي هي يعني سر النجاح وكديش الامكانية انك تصعد درجة؟ طلع مش سر، انه لما جيت على طيرة الكرمل الفريق ما كانش يلعب كرة قدم اللي لازم كان يلعبها، الفريق كان بحاجة ماسة للاعبين مجربين ولاعبين مناح. تعززت بلاعبين حسيب أبو رقن وصهيب نصار ومحمد طاها. الفريق صار فهم خطة اللعب بتاعتي، مش هوية احنا الميزانية بتاعت الفريق 300,000 أو 320,000 شيكل، يعني ميزانيات تاعت فرق اللي وصلت مليون ومليون ونص ما قدروش يوصلوا للي احنا وصلنا. طلع مش سر انه بكل موسم، تعال نحدد اسئلتنا اللي هي تكون يعني بالنسبة لحنا. طلع حنا انت التاريخ يعني بنقدر نألف عليك مجلد مش كتاب. بدي اسألك اول شيء انت انجاز جيت على طيرة الكرمل، هاي واحد نعطيك اول في انت عملت انجاز. السؤال الثاني، اي مباراة تنتظرك كرميل وانت بتعرف ند قوي كرميل من الفرق القوية في الدرجة الثانية في المنطقة الشمالية اذا كانت الف ولا باء، كيف هي يعني كيف انت السؤال تاعك بلخص لك اياه بقصير. فريق الملايين، فريق النجوم امام فريق اللي رايح يحارب على ارض الملعب، سامع رايح يستميت على ارض الملعب. انا فيش عندي كوكب نجومية، عندي لاعبين اللي مخلصين للفريق ولاعبين اللي عارف شو بده المدرب منا. بتامل انه الالف اللي رايح يجيبوا اللاعبين على ارض الملعب تفوت على النجوم وتفوت على الملايين اللي محطوطه بفريق كرميل. هل يعني انا متاكد انه التحضيرات عندك بدات، انا بتاكد كمان انك شاهدت كرميل، ولكن انا بدي اسالك نقول ان شاء الله انت فزت في المباراه يوم الاحد، مين بتحب تقابل في المباراه الاخيره اللي سيكون الصاعد لمستوى فرق الدرجه الاولى؟ بتحب كوكب ولا مجدل عينك؟ اول
إشي الإنجاز هو إنه إحنا وصلنا لهي المباراة الأخيرة إنه نلعب أمام كرمئين. أنا حسب رأيي هو إنجاز بحد ذاته للفريق، لأنه إحنا فريق متواضع، ولا واحد فكر إنه هطاعن فيه في الكرمل توصل لهي المراحل. لو سألت كل واحد يتعامل بالرياضة، يعني أنت حتى واحد من اللي سألوني قبل فترة إنه مش هوين إنه توصل لهي المباريات، قلت لك مبسوط، ولكن بعالم كرة القدم كل إشي محتمل، فيش إشي مستحيل. حنا مين أنت بتحب نقول غلبت ومنبارك لك مقدما؟ أنا بدي مجدال عينك، ما بتمناش لكوكب إنه يكونوا بمباراة الاختبار. كوكب كان كل حياته بمباراة الاختبار تاعت الصعود، مش هوين إلا تكون مختبر بالاختبارات تاعت الهبوط. أنا فهمت منك، فهمت الجواب، وأنا بركن عليك حنا، وأنا بدي دائما أتكلم معك، وإن شاء الله الأسبوع القادم إني أتكلم معك وإنت غالب. طبعا أنا راح إن شاء الله أحاول إني أجي أشاهد المباراة. بس حنا قبل يعني ما نترك هذه المكالمة الشيقة معك، دائما احنا بنحب نحكي معك، في عنا ضيوف زملائك من شفا عمر، ولكن هذه المرة من مكابي شفا عمر، شو بتقول لهم بمناسبة الصعود؟ أول إشي كل عام وانتم بخير قبل مناسبة الصعود، وثانيا ألف ألف مبروك صعود لمستوى فرق الدرجة الثانية، وبتأمل إنه يكملوا بهاي الحرارة الحماس ويصعدوا بالموسم القادم للدرجة الأولى، إذا أنا بدربش بنفس الدرجة. احنا بنحب دائما نشوف مكابي شفا عمر، انت بتذكر مكابي شفا عمر، تاريخ ان على الاقل نشوفها في الدرجة الاولى يا اخي. انا لعبت بمكابي شفا عمر، انا بعرف انك لعبت بمكابي شفا عمر. مكابي شفا عمر انت وسمير عيسى والكل، يعني وزاهي ارملي وكل احمد وهب. كنت بدي اسالك سؤال حنا اخير، انت من سكان مدينة حيفا، مواطن حيفاوي، انت شايف انه مكابي حيفا السيناريو تبعها انتهى يعني بعد المباراة أمام مكابي تل أفيف في بلومفيلد، إنه نقدر نشوفه هو البطل؟ إيش مكابي حيفا ستكون البطل؟ يعني أخذت البطولة؟ على حسب رأيي مكابي حيفا أخذت البطولة قبل ما يفلش الدوري. اللاعبين اللي موجودين في مكابي حيفا لاعبين اللي بحقوا إنه يحوزوا على البطولة، وبعدين اللاعبين اللي اجت على مكابي حيفا مثل بين دافيد والظهير الايمن الفون، هدول عملوا الاشي اللي كان ناقص للفريق. حسب رايي بين دافيد هو الورقه الربحانه تاعت مكابي حيفا، انه جابوا لاعب صغير السن وبيسجل كميه الاهداف اللي سجلها روكابيتسا، وعندهم هذا المهاجم لكمان 10 سنين لقدام، وعملوا بعقل انه جابوا لاعب صغير السن اللي بيقدروا يعتمدوا عليه على سنين لقدام، من انه يعتمدوا على لاعب اللي عمره 34 او 35 سنه اللي كل اسبوع بيقدر يلعب ويقعد صغير برضه. حنا كنت بدي اسالك سؤالي الاخير اللي هو، مين شايف انه راح يكون في الدرجه الممتازه الصاعد الى مستوى الدرجه العليا؟ الريني اكيد، وبتأمل وبتمنى انه يكون كفر قاسم، ولكن اذا مش كفر قاسم راح يكون الريني ونسة سيونا. اما الريني 100% راح يصعدوا لمستوى الدرجة العليا. حنا فرود مدرب طيرة الكرمل، شكرا لك على هذه المحادثة، وان شاء الله دائما بنكون معك بهذه المحادثات المفهومة والشيقة. شكرا لك حنا. شكرا. سمير الميزانية، كل واحد بدون الميزانية، يعني بسألها بخليها للآخر شوي. غير سمير، كيف البلدية هذا البطلة الموسم؟ البلدية احنا استنينا تيجي 27 الشهر اللي احنا فيه. أجا يعني صلنا سنتين احنا ما فيش من البلدية. البلدية بلشت تدعمنا أول بأول في الحفل، عطتنا شوية كمان دعم، غطتنا القاعة. احنا طلع في الاخر فيش معك نهول تكين في العموتات ودرش تاخد دعم، يعني بينفعش نضحك على بعض. نهول تكين احنا قلنا فريق جديد له سنتين، يعني العموتات احنا بلشنا في كل شيء من الصفر. خليني انا هنا خليني المشاهد يفهم انه مكابي شفا عمر هو مكابي شفا عمر، لكن مش مكابي شفا عمر اللي هبط في السنة، لا يعني مثل هبوائل من الفحل. الفريق اشي والعموتاء اشي، جمعية اشي، جمعية اشي، جمعية اشي اللي هي جمعية جديدة لها سنتين، أقل من سنتين بشهر. الجمعية لمن لا يفهم في كرة القدم وكل من بده يعني يعمل فريق،
هي الجمعية الأم تبعت فريق من اللي ما فيش عنده جمعية عثمانية من كلها عموتها طبعا ما بيقدرش يكون عنده فريق ولا يأخذ ميزانية لا من مجلس ولا من أي يعني مصدر آخر إذا كان في مكابي وخاصة أو أول سنتين إذا معكاش إشي اسمه نهول التكين ما بتقدرش تأخذ لا من التوتو ولا من التحدوت ولا بتقدر ترجع على الأفتخاء ولا على الهسا ولا بتقدر ترجع ولا أي مبلغ ولا بتقدر تقدم للبلدية إنك تأخذ تكتيف اللي هي الحصة تبعتك. فإن شاء الله هاي أول سنة إحنا الحفلة لأول مرة بالوسط العربي وعجبني كلامك كتير مش أنا ضد حدا ولا إشي إنه سمير حسون بيصعد فريق وبيجي بكل للناس أهلا وسهلا عندي في حفلتي أنا اللي بده يتبرع يتبرع من نفسه وإحنا منا نقدم هذه الحفلة وما منا نجيب حتى لا مغني ولا أي يعني عريف حفل اللي يقدر يعني يدفعنا أي مبلغ مكان وأنا باحترامي لكل العرفاء. شو رأيك كيف كانت الحفلة حدثنا انبسطتوا؟ أول شيء أنا بشكر الأخ سمير كتير على الإشي اللي عمله طبعا هو ضحى بكتير مبالغ يعني بتبرعات عشان اللعيبة تكون مبسوطة بالحفلة وأنا ما ظنش يعني إنه في حفلة أحلى من هيك انبسطنا كتير وشكرا كتير أخ سمير عن جد يعني تستاهلوا أكثر من هيك إشي كان كتير كتير بجنن طلع إنك تعمل حفلة وعلاء عكر يعني أنا كتير بتشكره لعلاء عكر اليوم علاء عكر زميلي من زمان ما شفتوش يعني علاء متكلم وحلو كلامه شيء إنك تجيب علاء عكر يعني إحنا كان عنا إنه بدنا مغني ويكون مغني الوزنه يعني علاء عكر اليوم الوزنه احنا بنقدر نيجي نقول انه علاء عكر لا له وزنه في طبعا اكيد انك تجيب علاء عكر وتعطي وجبه اللي هي في اعلى مستوى وما تاخذش تبرعات مع انه هاي الحفله هي لازم تغطي لك المعنكين تبعوت اللعيبه والمسكوره الاخيره وتحضر حالك للسنه الجاي فاحنا قلنا بدناش يعني هاي كلنا بدنا اللعيبه تنبسط والناس تنبسط واللي بدنا منه مصاري رايح حاصله يعني هي اللي بدنا منه تبرع رايح يعطينا مش راح ياخذ لنا مش راح يرجعني مفشل طبعا اللي هذا المضبوط اللي احنا بنقدر نقوله انه هيك لازم يكون الاشي يكون واضح حتى في التبرعات وننتقل الى موضوع اخر طبعا تشهد مختلف البلدات العربية وعلى شرف شهر رمضان حركة نشيطة للفعاليات الثقافية والرياضية ولعل أبرز هذه النشاطات دوريات رمضان طبعا أكيد عندكم دوري رمضان في شفاعمة والتي يشارك فيها مجموعات كبيرة من الشباب وعشاق كرة القدم وحتى القدماء يعني أنا بعرف بالقرى القدماء تعالوا نشاهد هذا التقرير عن دوري أبطال رمضان في بلدة كفر قرع مساء الخير للجميع مساء الخير لكفر قرع مساء الخير لشباب كفر قرع رمضان الخير كفر قرع خير واليوم أكبر إثبات إنه كديش عندنا رمضان بأجواء غير هو وجودكم بهذا الملعب المتجدد بعد سنوات طويلة اللي كان هذا الملعب غير آمن وغير مريح للعب فأصبح صرح رائع جدا كلها مشان الشباب كفر قرع مشان نطور المنشآت الرياضية كفر قرع وهي البداية وإحنا مستمرين وعنينا على الشباب فبتأمل إنه يكون دوري رمضان السنة بنفس الروح اللي بدأ فيها شباب كفر قرع من 30 سنة هاي يعني صارت عادي بكفر قرع أن يقام دوري أبطال رمضان
أن يقام بروح من المحبة والتسامح ويكون كلياتنا عائلة واحدة. الهدف النهائي إنه إحنا نكون يعني عائلة واحدة متماسكة متحابة متسامحة، وأنا متأكد إنه شبابنا راحين يغرسوا هاي القيم لأولادنا في المستقبل. مرحبا، كل عام وانتم بخير. أنا نادية فنادقة من القرقرع، وطبعا كل الاحترام، أنت السيدة الفتاة الوحيدة متواجدة بالملعب، ما هو سر وجودك في دوري رمضان؟ الصراحة إنه ابني الكبير بتدرب كرة قدم صار له 9 سنين وكثير بحب يكون بالألعاب، واليوم الدوري والافتتاحية وحبينا نيجي نشترك لأنه كثير حاب يشوف اللعبة. رائع، حضور رهيب ومميز، واللعبة كثير حلوة ومميزة وحماسية، وإحنا كثير مبسوطين بالأجواء. أول شيء رمضان كريم على الجميع، أنعاد علينا الجميع الصحة والسلامة. أكيد كل سنة متعودين نبكي بدور رمضان هذا في القرع اللي هو بلم كل الشباب ودمعة صراحة فرحة عارمة من الملعب. عن كل الشكر برضو المجلس المحلي على الملعب الجديد اللي شجع الجميع يجي يحضر الدوري رمضان زي كل سنة وأشطر، وإن شاء الله يضل تقدم في القرع. يعني إحنا مش كرة القدم بنحبها من زمان، بعدين إحنا هنا فريق القدامة الفاتيكيم كوننا فريق لدوري رمضان وبدنا نلعب، وإن شاء الله يعني نقدر نورجي إشي من اللي دربناه في فريق الفاتيكيم ونقدر ننافس على البطولة. إحنا جايين ننافس على البطولة كل تواضع، وإحنا ناويين ننافس على البطولة. طبعا التحلي بالروح الرياضية، المهم المشاركة. طبعا قصة الفوز والخسارة هي أقل أهمية من المشاركة. المشاركة بحد ذاتها هي شرف، وأنا بس حابب أورجيك إحنا فريقنا كلات فريق الناصحين، شايف فريق الناصحين هون، أكل إشي 100 كيلو بس بدنا ننافس على البطولة. طبعا زي ما أنت شايف أخي إبراهيم، كما في كل عام دوري أبطال رمضان هذه السنة الدوري على اسم المرحوم الحكم الحاج نعمان أبو عطا في فئة جيل فوق 35، وفي فئة جيل ما دون 35 على اسم الحاج اللاعب عدنان كرماوي، طبعا تخليدا لذكراهم لأنه عندهم سجل حافل في تاريخ الكرة القرعاوية. أول شيء فتحنا السلام عليكم رمضان كريم، فتحنا المحادثيت مش يعني نص المحادثيت الثانية طحن، بس فرقة واحدة بكت تلعب خلصنا عندي هاي يا غالي. وكيف كنت تقيم صورة أجواء بتجنن، يعني شباب البلد بتجنن، بموت على فوتبول، كل احترام عز كبير. طارق أبو خاطر مدرب الفريق، أولا كيف كنت تقيم هذا الفوز؟ أول شيء السلام عليكم رمضان كريم على الأمة الإسلامية وعلى كفر قرع. أول شيء شايف الأجواء، يعني الناس الحمد لله رب العالمين، شباب بلدنا يعني طلع بلزمش الواحد يحكي، لا فوز مستحق، فوز مستحق. وتذكر شو بقول لك من هذا الفيديو، بدك تروح تعمل معي أخرى مقابلة الفيديو الأخير النهائي إنه وتشاس إنه إن شاء الله بإذن الله. ألف عافية عم إبراهيم، الله عظيم لك على جد أجواء يعني أوروبية. نبقى مع دوري رمضان ولنشاهد هذا اللقاء مع جميل خضر والذي يحدثنا عن دوري رمضان هذه المرة في قرى بستان المرج سولم 2 كفر مصر الدحي. لقاء لهذا الدوري، شو بتحدثنا عن هذا الدوري وأهدافه؟ أول شيء مساء النور. بالنسبة للدوري، طبعا الدوري تابع لمجلس إقليم بستان المرج، طبعا برعاية كمان المراكز الجمارية ومسؤول عن قسم الرياضة الأخ عبد الرحيم زابي، اللي هو طبعا مجهوده وكل اللي عمله عشان ينجح ويبدأ هذا الدوري. احنا الدوري السادس، هذا مش أول دوري لنا، هذا الدوري السادس في بستان المرج. طبعا بستان المرج بضم 4 قرى اللي هي سولم نيم الدحي وكفر مصر، وعندنا الحمد لله فرق من جميع القرى. من القرى جميل المشتركة في هذا الدوري؟ قرية سولام، أنا قرية نيم، قرية الدحي، وقرية كفر مصر. فعنا الحمد لله من جميع القرى عنا فرق مشتركة، والحمد لله التجهيزات اللي عملناها على أكمل وجه. وإحنا باليوم ابتداء من أول يوم بالدوري شفنا طبعا أجواء كثير مميزة، بجمهور غفير يحضر على المدرجات،
وكمان كان طبعا اهداف في المباراه اول كان المباراه واجواء طبعا رائعه ومميزه برمضان اللي الاخلاق واللي هي اللي بيتحلى فيها والروح الرياضيه اللي لازم يتحلى فيها اللاعبين. جميل خضر، نتمنى انه تكون الروح الرياضيه هي الصب. وبهذه اللحظات نعود لضيوفنا قبل يعني المغادره على المحبه. محمد، شو بتحب تقول لأي كلمة للوسط العربي للجمهور؟ طبعا أنا بحب أشكر أهل البلد وبشكر كل واحد دعم وساهم لأنه فريق مكابش في عمل يطلع درجة، وبشكر طبعا اللعيبة اللي لعبوا معاي والأخ سمير وحسين وكل اللي اشتغل بالفريق. إن شاء الله منكمل السنة جاي هيك بكون ارتقاء تاني مع اللعيبة ومع الأخ سمير وإن شاء الله منشوفك في درجات أعلى وبالتوفيق يا محمد. إن شاء الله. سمير، شو بتحب تقول؟ طلع انا بدي اتشكر. انت مميز كمان، انت مدرسه بدنا نضمك لمدرسه سعيد ان شاء الله. انا اول شيء بدي اتشكر اللاعبين، لاعب لاعب، المدرب حسين علياني القدير اللي قدر يطلع في اولاد البلد مع انه الشيء مش سهل، الاداريين اللي اشتغلوا معنا امثال عنان ابو شناق، ابو انس، محمد مندي، ادهم عموري، وفي عندي تسيفت اللي هن انا يمكن فريق فوتبول اللي هو في الدرجات الدنيا، بس احنا عنا اشي اسمه يوعيتس كلكلي اللي هو اشرف تلحمي، وفي عنا يوعيتس مشبتي كمان اللي اي شغل مستشار، احنا مستشار قضائي، اي شغل احنا بناخدها هي قانونية على اساس انه هو التكين وما يكونش في عنا عقبات لقدام. وبدي اتشكر بسام جابر عم ابو فادي يعني صاحب قناة هلا، هاي المنصة انا بدي اوجه لك رسالة صغيرة عم بسام، وبتمنى انهم يوصلوا لك اياها وتشوفها. هاي المنصة اللي انت بتعطيها لفرق العربية هي مش في السهل، وهي يعني الاشي دايما بعطينا انه نتقدم ونخلي الناس تشوف شو احنا عم نعمل، اللي عم نعمله الاشي مش ببساطة. فانت عم بتوصل رسالتنا اللي هي رسالة لكل مجتمع العربي، واحسن يكونوا ملتهيين في كرة القدم. فان شاء الله بتضلك تعطي هاي المنصات للفرق العربية وبقوة، ومش بين المرة والثانية يكون في بعد زمني، إلا يكون كمان أكثر، وخاصة لما بيكون في اللي هي بلاي أوف عليون، ولما بيكون في الدرجات هي متقدمة أكثر إن شاء الله. سمير حسون، يعني أول إشي شكرا لك ولضيفنا اللاعب محمد خالد، وإحنا نشكر كمان أخونا وأبو فادي بسام جابر دائما يعني في كل صباح ومساء شو بيقدم للوسط العربي طبعا. وفي هذه اللحظات سنقفل هذا البث على المحبة، التقينا على المحبة نفارق. أنا عبد الباسط مقدم البرنامج، ونشكر معد البرنامج إبراهيم أبو عطا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.